إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخواني أخواتي، من إن شاء الله هذه الحلقة والحلقات القادمة سوف ندخل في لب وجوهر ما يطلبه الموالون ويود أن يعرفه المحبون للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عن حركته وعن علائم هذه الحركة المعبر عنها بعلامات الخروج للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بالنتيجة نحن سنلج إن شاء الله من خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة، سنلج هذا البحر المتلاطم من الروايات ومن الأحداث ومن الأمور المهمة المتعلقة بخروج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أود أن تعطوني النصف من أنفسكم لبضع حلقات تحت عنوان مقدمات في علامات الخروج للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأعتقد أن هذه المقدمات أساسية وتمثل الأساس لهذا البناء الذي سوف نبنيه في مسألة علامات الخروج للإمام المهدي صلوات الله وسلامه. وسترون إن شاء الله خلال هذه المقدمات في هذه المسألة المهمة في علامات الخروج للإمام المهدي عليه السلام كم لهذه القضية من آثار ومن أساس حقيقة لهذا البناء الذي سيتم بعد ذلك. أعزائي المؤمنين والمؤمنات، علماءنا جزاهم الله خير الجزاء يقولون في قضية علائم الخروج للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، توجد عندنا ثلاث ميمات. الميم الأولى يعبر عنها بالمقدمات، والميم الثانية يعبر عنها بالمتقدمات، والميم الثالثة يعبر عنها بالممهدات. ما معنى المقدمات وما معنى المتقدمات وما معنى الممهدات في مسألة علائم الخروج للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ أحاول قدر الإمكان أن أبسط هذه القضية وأوصلها إن شاء الله إلى أذهانكم إذا استطعت ووفقني الله عز وجل من خلال مثال. وعادة الأمثلة تقرب يعني الأمور، وإن كانت كما يقول بعض العلماء تقرب من جهة وتبعد من جهة، ولكن أحاول أن يكون هذا المثال هو مثال مقرب لهذه الميمات الثلاثة. شوفوا أخواني، أفرض أنت أو أنت أيتها المؤمنة خرجت من البيت وتريد أن تصل إلى المسجد، خرجت من البيت وتريد أن تصل إلى المسجد، هاي عملية الوصول أو طريق الوصول، طريقة الوصول. طبعا إما أن تركب سيارة مركبا معين تصل فيه إلى المسجد، وإما أن تمشي. لنفرض أنك مشيت قريب البيت عن المسجد، قلت أمشي، والمشي فيه أيضا بركة واستحباب وثواب. هاي عملية المشي من بيتك إلى المسجد، إلى مقصدك، إلى هدفك، هاي عملية المشي يعبر عنها بمقدمة للوصول إلى المسجد. هاي المقدمة شنو تتضمن؟ تتضمن جنبة علية. المقدمة تتضمن في داخلها جنبة علية، يعني علة الوصول إلى الهدف إلى المسجد هو المشي. المقدمة تعني أن هذا علة لذاك، أن المشي هو السبب والعلة للوصول إلى الهدف وهو المسجد. فإذا عندنا ماذا؟ عندنا مقدمة وهو المشي إلى المسجد، هذه مقدمة.
لنفرض وأنت تمشي وجدت إنسانا يقول يا لله يا للمحسنين، يريد يطلب مالا، فقير، أنت همتين وضعت يدك في جيبك وقدمت له مال. هذا حدث حصل أثناء مسيرك إلى المسجد، هذا الحدث يعبر عنه بحدث متقدم. متقدم ماذا؟ متقدم ما إلى أثر أنه هذا علة لذاك، حصل، تقدم هذا الحدث قبل أن تصل إلى الهدف إلى المسجد. هذا اثنين، حدث ما يحصل، ما بجنبة علية، ما بجنبة سبب. وهناك ميم ثالثة وهي شنو؟ الممهدات، يعني نفس المسجد الممهدات لإنشائه، لتكونه، الأرض، البناء، المواد، الرجال، الشخصيات التي شاركت في بنائه ومهدت لبنائه. إخواني، هاي الأمور الثلاثة بنفسها، المقدمات والمتقدمات والممهدات، تأتينا وين؟ في علائم الخروج للإمام المهدي. فهناك علائم مقدمات تعتبر تقريبا سبب وعلة أو علة لخروج الإمام سلام الله عليه، وكما سيأتي ونبين ذلك. وهناك متقدمات، أحداث عامة ليس لها مدخلية ولكنها تقدمت عن حياة الإمام وخروج الإمام. وهناك ممهدات، يعني نفس الأحداث في نفس الوقت، الظروف الخاصة في نفس مرحلة خروج الإمام، هناك مدخلية من ظروف وأشخاص وأحوال معينة وبلدان معينة في تمهيد الخروج للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.